برشلوني انت لازم تعطي رايك بكل صدق يعني. لا لقريسي انا. يلا نبدا. متوجهين ان شاء الله نغطي مباراه مدريد وبي اس جي، لكن قبل لا نروح باريس بنمر على مدريد شوي. وصلنا مدريد الان، اليوم نغطي من ارض ملعب سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد، اخذنا جوله فيه، وبعد شوي عازمين عيالنا لاعبينا اللي جو هنا اسبانيا يحترفوا وحشينا، نبغى نتقابل معهم ونشوف وش الدنيا بهم. وحشتنا يا حبايب المبتعثين، وحشتنا يا حبايب. تطلع اخوياك استراحه، تطلع اصحابك اهلك هنا في اسبانيا، حسيت انك شوي يعني طفشت يعني؟ لا والله موضوع الطفش بعيد، بس انه انت جاي هنا عمل يعني تنام بدري، وقتك يعني معروف وقتك يعني اكل نوم تمرين اكل نوم، هذا هو اللي يفرق عن انك تروح مع زملائك تطلع تعشى برا. هنا خلاص انضباط، انت جاي منتدب زي كذا، وانا ما نمثل انفسنا يعني نمثل دوله كامله. نجوم كاس العالم الكابتن محمد امين لخمسه ويساله. محمد امين، محمد يحاول يرتد بالهجمه، محمد يتقدم، محاوله اماميه جميله، اماميه جميله، سامي يا سامي يسجل في المرمى هدف ثاني. كيف الاسيست اللي اعطيته انت مالك معاذ وبعدين راح لسامي هذا؟ كيف فكرت فيه؟ ان شاء الله يحيى الكل يسوي لك اسيست في كاس العالم، ان شاء الله فهد المولد يسجل جول وسالم يصنع، ان شاء الله الشباب هذول فيهم الخير والبركه ويقدموا افضل من اللي احنا قدمناه في هذا السيستم. اول شيء الاجواء تغيرت ولكن وفي تمارين تختلف اشياء كثير. قصة شعرك ما يعلقون عليها هنا بصراحة. والله قصة شعر إلا والله يشبهوني بويليام. أنا أشبك فالديرام، أذكر فالديرام. والله مروان ما يمشي إلا بالمشت حقه، ممكن تقول له المشت حقه؟ والله المشت يوم هنا في الشعر. الحين ليش تمشي بالمشت؟ والله هو سر الشعر عرفت؟ روح حق التسريحة. والله لازم بدون مشت يقول الأمور ما تقبل. المستقبل إيش نفسك؟ حتستمر هنا في إسبانيا ولا تقول له فترة ونرجع؟ والله هذا كل الصدق يعني لا ترجع. شوف أنا الحين الحمد لله تمارين شاد حيلو ومدرب مبسوط، الله كتب بنستمر هنا بنستمر، إذا الله كتب بنستمر في السعودية في أنديتنا السعودية الشباب مثلا التوفيق عند الله. يلا يا ثقيل أنت. يلا حبيبي السلام عليكم. يلا جو الملعب من هنا من باريس زي ما تشايفين الآن الجمهور ينتظر لاعبين ريال مدريد يطلعون التمرين. وهذا التمرين يا عيال ما في الا جلد بالذات، انت بنوريك بكره وفي كاس العالم بندقك ان شاء الله مع المنتخب السعودي. لا مساويه بيثبتونك. تحط مهاجم في بلاي ستيشن 1. ناد ابوك يا ابن الحلال. بكره كذا ريال مدريد وقع من رونالدو ومن سيرجيو راموس ومن اسينسيو. كبير يا جو الملعب كبير. هلا وسهلا باص ريال مدريد رايحين الملعب. يلا يا عيال جايينكم يا عيال. حديقه الامراء ملعب باريس سان جيرمان، الملعب خرافي كانك داخل اوتيل، جد خرافي. هل الى الكلوب فان سيستم اللي يخسر 40 باريس 5-0. حاطين العاب ناريه وحركات على بالهم بيخوفونا. مدريد يفوز. ولع الملعب مدريد يلعب. ولع الملعب مدريد يلعب. وانتهت المباراه بفوز الريال 2-1، وان شاء الله يحقق البطوله هذه. نيكست تايم 2018 2019 2020.